على هذا الموضوع. ما تقوليش حتى زنية. لا أقسم بالله ما قلت قولي. قول جي با هونت 115 كيلو. ما شاء الله. مستعي أنا خلطة سبعين. الله يبارك الله يبارك. سويلة ما تشوفيش أنه ربما كل واحد في هذه الدنيا ربما وزن زائد، لو كان ما كانش عندك هذا الوزن الزائد ما راكيش ممثلة، ما عندكش أدوار. صح. يعني في بعض الأحيان نقولوا بالك ما نحبوش نكونوا هكذا ولا نحبوا ننقصوا ولا احنا نقولوا المهم تكون الصحة. فالواحد يكون عنده وزن زائد ولا ضعيف هذا يعني ما يهمش، لكن تكون صحته مليحة. لكن سهيلة ما تشوفيش أنه لو كان مثلا كنت رشيقة ربما ما عندكش هذه الأدوار. وي ممكن كنت مشي انا ما درت والو في حياتي. ما عليش نتبانو لي الادوار سي دي بروفيل او فات. وانا كنت ليدول تاعي سي ميليسا ماكارتي امريكان. شغل سي اون امريكان دارت ادوار بطولات افلام. الا شغل اسوري الا جيري وبلو بوا تاعها يعني. وتعرفي تيميتيها مليح. شي حاجه. اذا الوزن الزائد يقدر يكون يعني يبدل لك المسار تاع الحياه. فوالا. اكيد ماهوش مانع. نقولوا فقط سهيلة انه في بعض الاحيان نقولوا انه المخرج ولا المنتج يعني اللي عندها وزن زائد يخليها غير في واحد الانواع من الادوار. وين بالك ما يديروهم. واش حطك توجور في لو كادر تاع الكوميدي. مي باغ كونتخ في البطحانو درت ان رول شويه كوميدي شويه شغل نورمال. فوالا سافت اكزاكتومون سافت فوالا. راك تهضري على هنا. ايه راني على في الجزائر. هنا يعني كيما هي لو كان طيح فيها بو رياليزاتور يخرج منها العجب والمعجب. صحيح صحيح. بصح كاين اللي ما يبغيش يتعب. بصح كاينه حاجه انه اللي عندهم وزن زائد معروفين سالي انهم يضحكوا ويحبوا يضحكوا. والقلب الصافي والبشاشه. هذه ربما ثانيك تلعب دور. وي اي اوسي زاكسيبت لو بروفيل هذايا ولابارونس تاعهم افيك ان بوا كاين. بالك لو كان يتبدل عليها الحال سهيله وتولي رشيقه بالك ما حش يعجبها حالها. ممكن اه ممكن وكان شي ما يتصلش بيا ممكن ما نخدمش. ماشي ما يتصلش بك يتصلوا بك باسكو لو طالون كو الله يبارك سواء في الغناء ولا في التمثيل ديزا باغ لابارونس معترف بك بالسيف. فهمتي دونك بوسيبل كي تشاني تو فاي الي فيغ دوطخ رول بوسيبل. Ça va m'aider à aller vers le comédien et le drama. نقولوا فقط انه سهيله ما بيش لا تشاطريني الراي انه حتى ولو امراه يكون عندها وزن زائد كي تكون واثقه من نفسها وتشوف روحها هي جميله اكيد الناس راحين يشوفوها جميله وكيما انت هي جميله. يعني باش نقولوا انه ما يعيطولكش الا على الوزن الزائد ولا لانه تضحكي ولا لانه انت صح جميله. شكرا. وهذا اللي يخليهم كذلك يعني باش ما نقولوش المراكي الساسوم يعني تكون جميله وتلبس مليح والان صح. الحمد لله سالي كاين لي طاير وشي اللي يكفي انه الناس حبوني كيما كيما راكي كيما راني هذا هو احنا نحبوك كيما راك سهيله. يعيشك. والله.